السلام عليكم أحبائي الكرام. قصتنا اليوم عن الملك والكلاب الجائعة. يقال أن ملكا أمر بتجويع 10 كلاب لكي يضع كل وزير يخطئ في السجن مع هذه الكلاب. فقام أحد الوزراء بإعطاء رأي خاطئ في أمر قد طلبه الملك، فأمر برميه للكلاب. فقال له الوزير: أنا خدمتك 10 سنوات وتعمل بي كل هذا. فقال له الوزير أي للملك: أمهلني 10 أيام فقط قبل أن تأمر بتجويع الكلاب. فقال له الملك: لك ذلك. فذهب الوزير إلى حارس الكلاب فقال له: أريد أن أخدم الكلاب فقط لمدة 10 أيام. فقال له الحارس: وماذا تستفيد أيها الوزير من هذا؟ فقال له: سوف أخبرك فيما بعد. فقال له الحارس: وليكن لك ذلك. فقام الوزير بالاعتناء بالكلاب وإطعامهم وتغسيلهم وتوفير لهم جميع سبل الراحة. وبعد مرور 10 أيام أمر الملك بتجويع الكلاب، وقام بزج الوزير في السجن مع هذه الكلاب الجائعة. والملك ينظر إليه والحاشية باستغراب، حيث أن الملك رآه هو والكلاب جائعة وتناظره من تحت قدميه ولا تفعل به شيء ولا تأكله. فقال له الملك: ماذا فعلت لهذه الكلاب أيها الوزير؟ فقال له الوزير: لقد خدمت هذه الكلاب 10 أيام فلم تنسى الكلاب المعروف الذي فعلته معهم، وكانوا أوفياء معي، وأنا خدمتك 10 سنوات فنسيت كل ذلك. فأحرج الملك وطأطأ رأسه وقام بالعفو عن هذا الوزير. نستفيد من هذه القصة أحبائي الكرام أن الكلاب أحيانا تكون أوفى من الإنسان للإنسان، خاصة وأننا في زمن إلا ما رحم ربي، حيث كثر النفاق وحب الذات، فهم يبحثون عن الراحة في الدنيا من خلال ملذات الدنيا، ويفعلون أي شيء حتى يصلون إلى غرضهم هذا، ولكن هم لا يعلمون أن الراحة قد خلقت في الجنة ولم تخلق في الدنيا.